أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولتنا الإخبارية اليومية، ونبدأها معكم بأهم العناوين. الدكتور محمد البردعي يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية. الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء يلتقي بالشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية بالحكومة الجديدة. جبهة 30 من يونيو تدعو للاحتشاد اليوم في ميدان التحرير تحت شعار لا للإرهاب والحفاظ على مكتسبات الثورة. وإلى حضراتكم تفاصيل النشرة. أدى الدكتور محمد البردع اليمين القانونية اليوم أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية. وقالت رئاسة الجمهورية إن الدكتور محمد البردعي يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية لا للشؤون الخارجية. وأنا أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. من جانبه يواصل الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المكلف مشاورته واستقباله للوزراء المرشحين لحمل الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس عدلي منصور خلال يومين، حيث بدأ الببلاوي اليوم استقبال الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومته معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من التشكيلة الوزارية يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. وقال الببلاوي إنه من المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة نحو 30 وزيرا بالإضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما للشؤون الاقتصادية والثاني لشؤون الأمن. كلفني بتولي مسؤولية وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، وقد استمعت إلى رؤيته في هذا الموضوع وتناقشنا حول بعض القضايا وقبلت هذا التكليف. تتحدد أولوياتي في نقاط أوجز أهمها. الجانب الأول العمل على نشر سماحة الإسلام ومنهجه الوسطي وسعة أفقه وكونه رحمة للعالمين وفقه التعايش وفقه المواطنة وأدب الحوار وإعمال العقل. الجانب الثاني التمكين لأبناء وزارة الأوقاف من الكفاءات المخلصة من وزارتهم. تم تكليفي من قبل الدكتور حازم البلاوي بوزارة الثقافة، إن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع. هناك تكليف بوزارة الإعلام، ونرجو من الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة إن شاء الله أن يعود الإعلام المصري إلى سابق عهده، سواء إعلام رسمي للدولة أو إعلام خاص، وأعتقد أن ذلك سيكون بعقول وبفكر كل العاملين في مجال الإعلام. الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وكلفني بوزارة التأمينات الاجتماعية، وقدر الحديث بيني وبينه على ضرورة تطوير التشريعات الاجتماعية لضمان مزيد من العدالة الاجتماعية ولمراعاة تطورات مستويات المعيشة. مكلف بالقيام بأعمال وزارة القوى العاملة في مرحلة طبعا مش خافية علينا كلنا بتمر بها بلدنا، باعتبرها مهمة نضالية تضاف لكافة المهام النضالية التي حملت بها في الماضي. وكان قد أعلن أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام أن 15 وزيرا جديدا سيطرحون رؤيتهم اليوم وتشكل الحكومة بالكامل أو شك على الانتهاء. وأضاف أحمد المسلماني أن الرئاسة ستدعو للجلسة الافتتاحية للمصالحة الوطنية قريبا جدا، مشيرا إلى أن مسار المصالحة بات واضحا. قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن مصر في مفترق طرق والقوات المسلحة في خدمة الشعب.
وأعلن السيسي خلال لقائه بقادة وضباط القوات المسلحة اليوم أن القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى. كما أكد السيسي أن القوات المسلحة تأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست آمرة عليه، وأنها تتلقى منه ولا تملي عليه. فوضت جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وسامح عاشور نقيب المحامين والسيد البدوي رئيس حزب الوفد في البدء بإجراء حوار مع مؤسسة الرئاسة والحكومة خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح التيار الشعبي في بيان له أن الحوار يهدف إلى عرض رأي جبهة الإنقاذ في الإعلان الدستوري مع إنشاء قنوات حوار مع مؤسسة الرئاسة لضمان المشاركة والفهم المشترك بينهما لخطوات المرحلة الانتقالية ومواجهة تحدياتها بأوثق تعاون وتفاهم ممكن. تنظم جبهة 30 يونيو مظاهرات حاشدة اليوم في العديد من الميادين، وعلى رأسها ميدان التحرير تحت شعار لا للإرهاب والحفاظ على مكتسبات الثورة. ودعت جبهة الإنقاذ الوطني والقوى والحركات السياسية ومن بينها حركة تمرد الشعب المصري للاحتشاد يومي الاثنين والجمعة المقبلين في التحرير والاتحادية لتناول إفطار وسحور جماعيين، وذلك للتأكيد على تمسك شعب مصر بثورة 25 يناير و30 يونيو وبخارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى الوطنية مع الجيش. وصل مؤيد الرئيس السابق محمد مرسي اعتصامهم في محيط ميداني ربع العدوية والنهضة لليوم 17 على التوالي طبقا للدعوة التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية. وفي سياق متصل أعلن حزب الحرية والعدالة عن قيام مؤيدي مرسي بعمل مسيرة من الجامع الأزهر لتأييد شرعية الرئيس المعزول اليوم، وذلك بعد الانتهاء من مؤتمر علماء الأزهر ضد الانقلاب الدموي والذي شارك فيه عدد من أساتذة وشيوخ جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف المؤيدين للرئيس المعزول والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وإلى الوضع الأمني بسيناء، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على دورية أمنية بالعريش وتبادلت قوات الأمن إطلاق النار معهم دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وذكرت مصادر أمنية أن مجهولين ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي أطلقوا النار على قوات الدورية المكلفة بتأمين محطة كهرباء الوحشي بمركز الشيخ زويد. ومن جانبها كثفت مروحيات الأباتشي من طلعاتها الجوية فوق الشريط الحدودي بين الحدود المصرية وقطاع غزة في إطار قيام وحدات من الجيش المصري بتتبع وملاحقة العناصر التي يشتبه في ارتكابها حوادث العنف المتصاعدة ضد الأكمنة الأمنية التابعة للجيش والشرطة. دعا المستشار هشام بركات النائب العام اليوم أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بالقضايا الخاصة بأحداث العنف التي شهدتها البلاد الفترة الأخيرة والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كما شدد النائب العام على سرعة تحديد مرتكبي تلك الجرائم والمحرضين عليها وتقديمهم للعدالة، وكذلك الاهتمام بالقضايا التي تمس المجتمع القومي وتساهم في محاربة الفساد. هذا وقد أكد النائب العام ضرورة حسن معاملة المواطنين المترددين على النيابات أي كانت صفتهم، موضحا أنه سيقوم بزيارات ميدانية لجميع نيابات الجمهورية لتفقد سير العمل. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات المصرية بدأت اليوم التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء من الإخوان المسلمين بشأن ظروف هروبهم من سجن وادي الناطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير. تأتي هذه التحقيقات عقب اتهامات بقيام مرسي وعدد من قيادات الإخوان بالهروب من سجن وادي الناطرون، كما تحقق النيابة فيما إذا كانت عناصر أجنبية قد شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت. هذا وقد أفادت مصادر قضائية بقيام محققون من النيابة العامة بمقابلة مرسي، وذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضده وقيادات من الإخوان تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل المتظاهرين. ومن أخبارنا الاقتصادية، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين غير محدود لمؤشراتها الأربعة ليربح رأس مالها السوقي نحو مليار جنيه.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.61%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.17%. كما شهد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والأكثر انتشارا ارتفاعا بنسبة 0.11%. وإلى الشأن السوري، حيث أفاد نشطاء بقيام الجيش الحر بقتل 50 عنصرا من القوات النظامية خلال عملية أمنية بحي القابون بدمشق. يذكر أن القوات النظامية السورية قد قصفت حي القابون بالمدفعية والصواريخ الأيام الماضية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وكان نشطاء قد أفادوا بقيام الجيش النظامي باحتجاز نحو 200 شخص بمسجد بحي القابون بدمشق، في حين طالبت المعارضة السورية المجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد للإفراج عنهم. من ناحية أخرى، طالب الائتلاف السوري الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتوجيه إنذار عاجل لنظام الأسد لإطلاق سراح المحتجزين بحي القابون الدمشقي. وإلى السودان، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن غضبه الشديد إزاء الهجوم المسلح على قوات حفظ السلام بدارفور. وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا قافلة تتكون من قوات الجيش والشرطة التابعة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشترك يوناميد بإقليم دارفور، مما أدى إلى مقتل 7 جنود تنزانيين تابعين للبعثة وإصابة 17 آخرين، من بينهم 4 ضباط شرطة و13 جندي. وإلى اليمن، حيث قتل 14 يمنيا وأصيب 4 آخرون في انفجار مولد للكهرباء في منطقة تقع غربي العاصمة اليمنية صنعاء. وجاء هذا الانفجار في وقت يتزايد فيه لجوء اليمنيين إلى شراء مولدات خاصة جراء استمرار عمليات التخريب للتيار الكهربائي الواصل من المحطة الرئيسية في مأرب. وأشارت وكالة الأنباء اليمنية إلى أن سبب الانفجار هو تشغيل مولد كهربائي بجانب كميات كبيرة من البترول داخل مكان مغلق، حيث يعتقد أن ماساً كهربائياً أدى إلى ذلك الانفجار الهائل. وإلى تطورات الأوضاع بتركيا، حيث واجهت الشرطة في عدد من المدن أمس بالرصاص المطاطي وخراطيم المياه مئات المتظاهرين المحتجين ضد سياسة حكومة أردوغان. وفي غضون ذلك أقر البرلمان التركي تعديلات على تشريعات تحد من مهام الجيش. ولمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي. في تطور جديد للمشهد السياسي الذي تشهده الساحة التركية، أقر البرلمان التركي تعديلاً على طريقة عمل الجيش التركي وعقيدته العسكرية. التعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، وهي تنص على أنه من واجب الجيش صيانة الجمهورية التركية وحمايتها. الجيش التركي قام بانقلابين عامي 1971 و1980 مستندين إلى هذه المادة بذريعة عدم قدرة السلطات المدنية على الدفاع عن المبادئ الدستورية. الصيغة الجديدة التي جرى التصويت عليها تحد من مجال تدخل القوات المسلحة، محددة دورها بالدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج، والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان. على جانب آخر، أطلقت الشرطة التركية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا للقيام بمسيرة إلى متنزه غازي بمدينة إسطنبول، والذي كان بؤرة المظاهرات التي استمرت أسابيع ضد حكم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. كما أوقفت الشرطة 11 شخصا، أحدهما كان ملثما في العاصمة التركية أنقرة بعد قيام متظاهرين مؤيدين لاحتجاجات ميدان تقسيم بنصب حواجز وقطع أحد الطرق وجمع الحجارة لمواجهة عناصر الشرطة. رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي حمل المتظاهرين مسؤولية العنف، مؤكدا أن حكومته التي تنتمي لحزب العدالة والتنمية قامت بتحسين الأوضاع التركية. وإلى أخبارنا الرياضية،
حيث أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة استقر بشكل كبير على شكل الموسم الجديد للدوري الممتاز، لافتا إلى أنه سيكون بنظام المجموعتين على أن يكون عدد الأندية المشاركة 22 ناديا. وقال علام إن الدوري الجديد سيتم الإعلان عن الشكل النهائي الخاص به خلال الاجتماع المقبل لمجلس الجبلاية بعدما تمت الموافقة على مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد. وقال علام إن النادي البورسعيدي سيعود للمشاركة خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى عدم وجود أي موانع على أن يتم وضعه ضمن مجموعة في حين يتم إشراك النادي الأهلي بمجموعة أخرى تفاديا لعدم تكرار سيناريو مذبحة استاد بورسعيد. ومن جهة أخرى أكد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم مخاطبة الجهات الأمنية للموافقة على إقامة قمة الأهلي والزمالك الأفريقية في مدينة الجونة بالغردقة، والتي من المقرر أن تكون في 21 من يوليو الجاري ضمن الجولة الأولى للدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. جاء ذلك بعدما رفضت الجهات الأمنية إقامة اللقاء على أحد ملاعب استاد برج العرب والدفاع الجوي نظرا لانشغال الأمن بالاضطرابات السياسية السائدة داخل البلاد في الوقت الراهن. عالميا توج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره أورجواي بأربعة أهداف بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة. كان الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة النهائية قد انتهيا بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، واكتفى منتخب أوروغواي بنيل الميدالية الفضية للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارته نهائي نسخة ماليزيا عام 1987 أمام الأرجنتين. وفي السياق نفسه حقق المنتخب الغاني المركز الثالث لبطولة العالم للشباب بعد فوزه على العراق بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للشباب والمقام حاليا بتركيا. وأخيرا إلى النشرة الجوية والتي نستعرض من خلالها أحوال الطقس غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد، حيث يسود غدا طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والمتوسطة والعالية جنوبا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة غربي وجنوب البلاد وجنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة والعظمى غدا. القاهرة 24-34، وادي النطرون 23-29، الإسكندرية 23-30، مطروح 22-28، طنطا 23-33، المنصورة 22-37، دمياط 23-30، بورسعيد 23-30، الإسماعيلية 23-34، السويس 23-35، سانت كاترين 20-32، شرم الشيخ 26-39، الغردقة 27-36، المنيا 23-36، أسيوط 24-36، سوهاج 23-38، قنا 26-41، الأقصر 26-41، أخيرا أسوان الصغرى 27 العظمى 42. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية، نشكركم وإلى اللقاء.